شوف الحديث الجميل دون عن أبي أمامة يقول: دخلت المسجد مهموما محزونا، فدخل النبي فوجدني في المسجد فقال: ما لك يا أبا أمامة؟ قال: قلت يا رسول الله، هموم أحزنتني وديون أرهقتني، علي ديون وعندي هموم. قال: يا أبا أمامة، ألا أدلك على كلمات إذا قلتها زال همك وقضي دينك؟ معقولة كلمات تزيل الهم وتقضي الدين؟ إزاي بس يا رسول الله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: تقول كل صباح ومساء، ذكر من أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، فإن قلتها زال همك وقضي دينك. يقول أبو أمامة: فلزمتها، حفظت عليها كل يوم، فوالله زال همي وقضي ديني. إيه يعني؟ يعني الكلمات دي جابت الفلوس؟ لا، بص العمق الكلمات هتعمل إيه في عقلك الباطن. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ده أنت بتتكلم عن المعوقات النفسية، هم وحزن. وأعوذ بك من العجز والكسل، ده أنت بتتكلم على المعوقات الجسدية، عجز وكسل. وأعوذ بك من الجبن والبخل، ده أنت بتتكلم على العيوب الشخصية. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، بتتكلم على المشاكل والمعوقات الخارجية. إيه ده؟ معوقات نفسية، معوقات جسدية، معوقات شخصية، معوقات خارجية، لهم أربع أذكار: هم وحزن، أعوذ بك من الهم والحزن، عجز وكسل، جبن وبخل، غلبة الدين وقهر الرجال. إيه بقى؟ بيعملوا إيه؟ يزيلوا الهم ويجيبوا الرزق. ليه؟ لأن أنت مع كثرة ترددهم عقلك الباطن هيبدأ يقول: كفاية بقى استسلام للمعوقات، لا للعجز والكسل، قوم انشط، لا للجبن والبخل، اعطي، لا لغلبة الدين وقهر الرجال، لا تلتفت للي بيعملوك فيك، ركز على نفسك. ايه ده؟ لا للهم والحزن، تفائل. ابو امامة عمل كده، بس ما رددهمش زي البغبغان، لا، ابو امامة عاش المعاني، فلما عاش المعاني اتصلحت نفسيته وتجددت شخصيته، وقهر هو المعوقات الخارجية. أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، أنا منطلق في الحياة للنجاح. يبقى الذكر لإحياء الحياة.